الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن إن شاء الله في هذه الحلقة كما عودنا الناس تركز معانا يا أخواننا، ما تعمل جوطة من برا. كما عودنا الناس، الحلقة هذه حلقة علمية، والحمد لله هي حلقة مستمرة من زمان بعيد، والناس عارفة منهجنا في هذه الحلقة، أننا نبين للناس نحن معروفة حلقتنا دي أخواننا حلقة لبيان التوحيد ولبيان أقوال المخالفين ولو كانوا آباءنا أو أمهاتنا، تفهم الكلام؟ ولذلك إذا بيعمل شوشرة، الحمد لله رجال القانون قاعدين بيشيلوك طوالي. إذا كان أنت عندك فهم أو عندك أدلة، فهمت؟ الحمد لله رجال الشرطة قاعدين. لو عندك فهم أو عندك أدلة تجي تقول لنا يا أخواننا الكتب بتاعتكم دي. أيوة الكتب، يجزاك الله خير. ده شغل إذا اجتمع السلطان عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ربنا سبحانه وتعالى قال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أي صوفي يكورك بيجي الحمد لله يجزاهم الله خير، رجال القانون قايمين بالموضوع، فهمت؟ جيتنا هنا عندك أدلة فاهمة غلط بنجيهك بالموضوع، ما عندك أي مشكلة، بيجي بنتيسك وبيجي بنريسك، فأنت عشان كده أفهم الحاصل وخير لك تسكت. طيب أنا دار رد على بعض النقاط وجاي للكتاب ده. الكتاب ده أول حاجة جامعة الخرطوم عملت له مؤتمر، هذا للكتاب. أنا ما داري النقاش يبقى علمي عشان الموضوع يتحلى. أنت ما ممكن تشتغل في قناة كسلة وفي قناة النيل الأزرق وفي قناة الشروق وفي قناة أم درمان وفي التلفزيون القومي وعندك قناة كاملة خاصة اسمها قناة الخضراء وإذاعة جديدة اسمها إذاعة الخضراء، ونحن لما نتكلم في السوق العربي اللي بيحضروا كان بالغوا 1000 نفر، أنت تكون مغيوز. ليه مغيوز؟ فهمت؟ لكن نحن نحسب إنه كلامنا اللي بنقوله نسأل الله يجعله خالص وإنه بينتشر وماشي لقدام ولله الحمد والمنة، فهمت؟ عشان كده الحلقة هذه الحلقة الصغيرة عامله لهم مشاكل كعبه جدا. نحن حلقتنا دي نشبهها بالشطه القبانيت، تلقاها قصيرونه كده، لكن العينك ما يقدر يدب اللقمته، فهمت الحاصل؟ ولذلك خليني انا ارد عليه، ما تشتغل بالكفاريك البرة، فهمت؟ ده كله شغل زي ما قال لك اخونا بشوك، دي عباره عن خدمات ما بعد الحقنه. طيب قال كل الايات التي استدللت بها هي عن الاصنام وعباده الاصنام وليس عن التصوف. وفي القرآن عندما يقول أولياء من دون الله يعني أن هنالك أولياء يدعون ولكن باتباعهم لأمر الله. ده السؤال الأول. طيب الشبهة دي خلاصتها، ودي شبهة قديمة جدا من زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الشبهة دي بتقول يا أخواننا الآيات اللي بتنزلوها دي آيات نزلت في الأصنام. نقول لك ما هي الأصنام؟ الأصنام شنو؟ الأصنام هي عبارة عن صور لرجال صالحين. اللات كما قال ابن عباس في تفسير ابن جرير الطبري كان رجلا صالحا يصنع السويق للحجاج، كان بيعمل للحجاج كسرة، فهمت؟ الكسرة فوق عسل وفوق حاجات. الشاهد من الكلام انه زول كان صالح، لما مات المشركين قالوا يا اخواننا الزول الصالح ده لابد من ان نخلد ذكراه طبعا ومعلوما ومفهوما ومشروحا ومقروءا، انه زمان ابو جهل ما كان عنده كاميرا، صح؟ طيب عشان يصور اللات شيخه يعمل شنو؟ يقوم يعمل شنو يا اخوانا؟ يقوم يعمل اصنام. ده الشغل بتاع ابو جهل. الليله نحن الان ما عندنا الشغل بتاع ابو جهل النحت على الاصنام. اي زول داري كوري خلوه يكوري. طيب فهمت؟ الان عندنا الشغل بتاع الصور، بتلقى صورة أبوك الشيخ البرعي معلقة، الصايم ديمة معلقة، فهمت؟ أحمد الطيب البشير السماني، عبد المحمود نور الدايم، الركيني، السفيه بتاع بيت المال عمر اللمين، غيرهم من الناس بتلقى صورهم معلقة، وده السبب بتاع الشرك. ولذلك يا أخواننا الأصنام هي صور لعباد شنو؟ صالحين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. الناس دي الصالحين بجد لما ماتوا الناس قالوا نجيب صور
نخدها في محلات وما كانوا قاعدين فوقها عشان نتذكر بهم عبادة الله. ربنا قال والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا لشنو؟ ليقربونا. طيب الحجارة بتقربك لله؟ الحجارة لو كان صحيح كلامهم الأصنام، هل الحجارة بتقربك لله؟ ما بتقربك لله، لأنها هي جماد أصلا. فهمت؟ عشان كده ربنا قال إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فربنا كفر الناس اللي بيتخذوا الأولياء وصايد بينهم وبين الله في العبادة، يقول لك نحن وسخانين وعندنا ذنوب وعندنا بلاوي ومشاكل، والأولياء ديل قريبين من الله بيقربونا لله. ربنا سبحانه وتعالى ما سألك الواسطة إذا كان عندك جميع الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لكن في شر. وده اللي بيخلينا نتكلم بكلام شديد وبعض الناس يستهجنوا. ليه؟ لأنه خايفين عليك. الجرح ده لو ما حكيناه شديد والدم الفاسد مرق والدم الأحمر طلع علينا ما بتصلح، ما بتخلي الفكة يبتع عنك. فهمت؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ولذلك أنت لست في حاجة إلى الأولياء يقربوك لربنا سبحانه وتعالى، وإنما تتجه إلى الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ده الكلام اللي احنا دارين نربي عليه والناس. النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس وراه على الحمار يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. دي مشكلتنا مع عمر اللمين بتاع الحنة، ومشكلتنا مع البرعي، ومشكلتنا مع المكاشي، مشكلتنا معهم في العقيدة وفي الدين. ونحن جاهزين لأي مناظرة وأي نقاش يكون في العلن حتى يتبين وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فهمت؟ نحن دارين الحق يوضح للأمة السودانية، والحمد لله كل ما تكورك وتحاول تخرب الحلقة الناس اللي بيغادي بيجي يقول يا أخوانا الحاصل شنو؟ بيجي في مظاهرات شنو؟ عين القلب برعي بيكشفه يقعد يا سلام كشف ظريف بالله تاني بيجيب واحد تاني. فما تكورك، أوعى تكورك بتتورط بيطور شيخك. فهمت؟ أوعى تكورك. طيب نمرة اثنين، قال الحوار ما ولد الناقة ومشتق من الحوارين. يا كذا خلينا حوار ولا ما حوار، انت في النهاية تبعت زول غير النبي عليه الصلاة والسلام، الزول ده بورطك، تسميه حوار تسميه تابع تسميه اي حاجة. ربنا سبحانه وتعالى قال وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ربنا قال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم، ما بمركم من جهنم، وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هنا في الدنيا يقول لك ما تنادي البرعي وما تنادي اليمين وما تنادي الركين، انت بتكورك، لكن في الآخرة هناك مشكلتك بتبقى مع الشيطان وتبقى مع شيخك الأضلة. عرفتها؟ ولذلك يا أخواننا نحن دايرين الناس يرجعوا لربنا سبحانه وتعالى. لو جينا فرشنا لك مخلاية هنا زي ما في واحد في سوق ستة هناك، عرفتها؟ داك تلقاه طوالي، تلقاه بعد ما ينتهي من الحلقة يقول يا أخواننا الليامات دي انتوا عارفين الحاصل وكده، فامرقوا لنا حق العصير في رمضان قبل رمضان. وتاني يجي يقول يا اخواننا ادوا الفراش حقه. يا زول انت مالك في مسجد عليه ارضيه كمان رسوم ارضيه وانت محل ما حقك؟ فنحن ما دارين منك حاجه، دارين نوريك الحق وتفوت بس. طيب قال هل الصوفيه مسلمين ام مغرورين بالجهل مع العلم بان العلم شرط من شروط لا اله الا الله، وشرط ما يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم. طيب الصوفية عندنا على قسمين، القسم الأول هم الدعاة
وبجي بقرا لك كلامه، لانه الان اخر مؤتمر في ولايه سنار بيتكلم عن الثقافه السودانيه، قالوا مؤتمر بعنوان كتاب طبقات والضيف الله رمز الثقافه السودانيه، وانا بجي اقرا لك منه بعد شويه، فهمت؟ وفي ناس جهال، دين ناس جهال نحن بنترفق بهم وبنتكلم معاهم، فهمت؟ وبنحاججهم ونبين لهم الادله وكذا حتى يرجع الى الله ونصبر على اذاهم، فهمت؟ انت لو طقتني عكاز انا بعتبر العكاز ده في الله، بحكه كده وتاني بجيك راجع، فهمت؟ بعد يومين انت بتعرف الحق وبتخلي الشيخ ذاته، فهمت؟ ما تعافي ليك عكازك ده عافيه لك، فهمت؟ لكن نحن الشيوخ الكبار لو اداني عكاز انا بقلع عليه عيونه ذاته، شلوه جوا هناك، فهمت؟ اديك نماذج من الكلام هنا. طيب ده كتاب طبقات والضيف الله، طبع في الدار السودانية للكتب، قال محمد ضيف الله ابن محمد الجعلي الفضلي المولود بحلفاية الملوك سنة 1139 والمتوفى بها سنة 1224 عفى الله عنه، وبالهامش تفسير بعض الكلمات العامية والبلدان والألفاظ المشكلة بالنقط إلى آخر. فضيلة الشيخ إبراهيم صديق أحمد القاضي الشرعي بالمعاش من أهالي جزيرة توتي، ده شرف على شنو الكتاب. وأخيرا واحد دكتور قام قدم به رسالة دكتوراه وناقشه وأدوه دكتور طوالي، دكتور في شنو؟ في نمرة 102. طيب ما أنا دار أديك دكتور في شنو؟ كلام غريب مرة واحد، في كلام كفر بالله وفي كلام يضحكك تضحك منه الثكلة. طيب قال الشيخ خوجلي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة 4 مرات. طيب قال والرؤيا يقظة، والله قال بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم عديل كده، والكلام ده اتفق العلماء على بطلانه، ما بتلقى عالم من العلماء انه بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يرى يقظة. طيب وده كله يا اخوانا من الضلال، ربنا قال انك ميت وانهم ميتون. وابو بكر الصديق لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى، ابو بكر الصديق رضي الله عنه صعد المنبر وكان عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فصعد ابو بكر المنبر ثم قال ايها المتكلم على رزق، يقصد منه عمر رضي الله عنه، ثم قال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، ثم تلا قول الله عز وجل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، فهمت الحاصل؟ فالايه دي واجماع الصحابه يحسم لك اول حاجه الدكتوره اللي ادوها له دي بتخالف القران. نحن بنحاسب من هذا المنبر جامعه الخرطوم والدكاتره الناغشوا والدكتوره اللي ادوه البتاع والطبع عليه والرساله ذاته. انت بتغلط القران وبتغلط تجمع الصحابه. طيب قال الشيخ خوجلي ده ما بتاع السامرة، قال والدتي دعت لي ان ابلغ درجه الشيخ ادريس والدلرباب فاعطاني الله من ذلك، اداه حاجات لكن ما حصلها. قال من ذلك ذات يوم انا في الخلوه روحي خرجت من جسمي، طبعا الصوفي بيبلغ درجه من الذكر ومن الغرق في الذكر وفي حصول المراتب العالية ولا الحركات البهلوانية إلى أن تخرج روحه من جسمه وبعد ده بكون حي، والله في رويال كير ما يعملوا عليك. طيب قال فخرجت روحي من جسمي فخرقت السماء، الروح مرق الساي، وطبعا السماء دي قال كما قالت الجن كما نقل القرآن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، قال ده شالب الكروب، فهمت؟ قال فخرقت السماء فجاء، وطبعا السماء عند ابواب انت قال بيخرقوها ساي الزول قاعد يحضر بستون ولا شنو. طيب قال فخرقت السماء فجاءتني ورقه مكتوب فيها سلام قولا من رب الرحيم على خوجلي دل يا زال يا اخي. الايه دي في سوره ياسين بتتكلم عن الآخرة أهل الجنة، ربنا بعدها قال وامتازوا اليوم أيها المجرمون، فهمت الكلام؟ خليها معك. الكلام بيتكلم عن شنو؟ جزاك الله خير. الكلام بيتكلم عن الآخرة، ما بيتكلم عن خوجلي
ولا عن احمد الطيب البشير برضو قال جاتني صحيفه من الحق مكتوب فيها بقلم القدره، عشان تقول لها اديني اقرا يقول لك لا قلم القدره ده الحبر بتاعه قاعد في جبل غاف وانت تكون لا في صينيه ساكت، فهمت؟ قال جاءتني صحيفة من الحق مكتوب فيها بقلم القدرة سلام قولا من رب الرحيم إلى عبدي أحمد الطيب، قد غفرت لك ولجميع أهل قرابتك. قلت زدني تاني زاده، قال زدني، قال ولكل من عرف اسمك. كل كذب. ربنا قال ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. صفحة 107. طيب أقرأ لك كلام عدري موثق في سودان يقدر يفتح فوقي بلاغ، امشي افتح بلاغ، ده كلام، هذا الكلام باطل باطل باطل، اتحداكم كلكم. تقدر تناقشني اي دكتور، ما اخونا ابو بكر جزاه الله خير في ام درمان هناك ماشي يعمل لي مناظره، هذا الصوفيه عاملين معه مشاكل، قال لهم يا اخواننا مناظره مناظره ما مناظره، مشوا فتحوا فيه بلاغ، فهمت؟ والحمد لله القانون منصف، قال لهم مالكم في شنو؟ مرقوا طوارئ. طيب اها قالوا له طيب لو عندك مناظره جيب زولك. اخونا جزاه الله خير ظن فوقي خير وقال لي يا اخي النازل قالوا دايرين بطاقه وكده، قلت اديته الرخصه، فهمت؟ مشى ودى لهم الرخصه لناس اللجنه، قالوا الزول ده سواق ساكت. يا ناس انت زول داير حق تقول سواق، فهمت؟ طيب انت ما كده بتتورط، انت تخلي السواقين سايقين الناس ساكت، فهمت؟ فتعال ناظرني، انت قلت زول عالم بالشريعه مفروض سواق من اول ثلاثه اشارات تديني اسطوب احمر وتجنبني بالشارع، صح؟ لكن ده ما عنده موضوع، ده كلام فارغ ساكت. طيب قال صفحة 107 بيتكلم عن الشيخ وكراماته، قال ومنها ان فاطمة بنت عبيد مرضت مرضا شديدا اشرفت فيه على الموت، وجاء الفقيه النور وقال له يا سيدي الشيخ حسن وتحسونه، يا سيدي الشيخ حسن احيا الميت ذا الحين دائرة تسأل الله لها ان يحييها ناذرة لك بفرخها قسم الله، وأنه عزم للفقية النور فيما ركوى وكده لغاية ما قام قومها، عرفت؟ ماتت الشيخ قومها، قال وقال أنا غلبان، لما قال لي قوم لي يا الشيخ قام مرق منه، لما جاء راجع لقى الشيخ تعبان، نشوفه تعبان ماله، قال وقال أنا غلبان، كنا أنا وملك الموت نتنازع في روح بيت عبيد فتركها لي. جيب لما بفك كانت، والله امشي افتح بلاغ، تقدر تفتح بلاغ؟ حامد بابكر يقدر يدافع عن الباطل ده؟ ما تقدر تفتح بلاغ؟ قال بيتشاكل مع ملك الموت، فك علي لما فكني يا عمو يا احمد دقني، ابى يفك عليه يا اخ ما تلعب علينا نحن. طيب اديك باطل ده كفر بالله، طبعا كفر بالله سبحانه وتعالى، ربنا قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فهمت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما ينزل على العبد الملكين ويقعد منه، لما ينزل الملك ويقعد عند رأسه وتأتي ملائكة الرحمة أو العذاب على حسب عمل الإنسان وتجلس منه مد البصر، الزول برقد وأول حاجة بيمرقوا لك من كرعينك تشاكل وين يا زول. بعد ذاك ربنا قال حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا ترجعون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونا. ربنا قال رجعوها، بتقدروا رجعوها؟ والله تتنا بقى صوفيا، رجعوها، بتقدروا ترجعوا الروح دي؟ ما بتقدر ترجعها يا أخ، ما تكذب علينا ساكت. طيب كلام كثير، أنا بس دار أختصر لك عشان أفتح الفرصة لأخونا أبو بكر. طيب برضو هنا صفحة 167 و214 كلام كثير، صفحة 140 صفحة 140 الكتاب ده كله باطل، أي ولي هنا عنده باطل، فهمت؟ الصفحة 140 برضو ده روحه مرقت من جسمه، ده بتاع 140 156 أنا بس ممكن أقرأ لك عناوين تعرف بها الكلام. طيب ده علي اللبدي طيب قال ولد بسنار وأبوه رجل مجذوب سارح مع الصيد. أنت عارف مجذوب معناه شنو؟ مجذوب ده يا أخوانا بقول لك الصوفية الزول لما يقوى عليه والذكر شديد بيقوم بيطلع الفاظ سيئة، ما بتعرفوا المجازيب بتاعنا بتاع كردفان ديلك؟ الناس كتار بيعرفوا، يفك لك كلمة ذاته تملأ الفم والعينين، فهمت؟ انت لما تتحير منه ذاته. قال وأصله مغربي، قال وله هدهد في نسوان هنا ولا نتجاوزها؟ ها؟ قال له هدهد
قال وشعر عانته مغط عورته فلأجل ذلك سموه اللبدي. فهمت؟ بعد ذاك بقى يترجم لأخته لبيدة. والله أنا ما بقرأ لبيدة دي. خليه اللبدي بيعمل كده. اللبيدة بتعمل شنو؟ طيب صفحة 214 والله كلام. أنا بس داير صوفي يقرأ لي مرته. والله تطقك وتطق الصوفية كله. لا يا أخوانا ده كلام ده فسق. الكلام ده فسق. طيب صفحة 214 أختم لك بالكلام. طيب طيب ده بيتكلم عن شيخ تاني اسمه محمد ولد دولب. قال من كراماته انه جالس فجاءته عقرب طالب له مش دارة تعرسه انا دارة طقه. قال فبصق عليها فيبست من حينها. عرفت بصق في العقرب؟ العقرب يبست. قال ومنها انه ذات يوم يمشي في الطريق فنبحه كلب من ورائي فالتفت إليه فوقع ميتا. عرفتها ودفن بالدبة إلى آخر. يا زول ده زول ولا أمية ده؟ عرفتها ينشف داك. الكلام طويل والله. في كلام بتاع عقيدة كثير. أنا في كثير من الصفحات علمت عليها لكن المجال ما يتسع نفتح الفرصة لأخونا أبو بكر.